Ümmədiyə kimdir? Əhməd el-Həsən bu basadan çıxan Əziz peyğəmbərin vəsiyyətində zikr olan. Ya nas ya alam İmam Rıza aleyhisselam bizdən ziyor tayızda hakim. Razı yox İmam Rıza hükmünə selamullah aleyh yoxsa yox. Nəfs-i qadiyəzin zamanında oldu. Oturdu mə kibar ulema-i nasara. Deyir ceddimiz Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mezkurdu Tevrat'ta ve mezkurdu İncil'de. Dikre ya diye zelene nasıl? Biz ne seyir gündü? Ahmet Hasan diye ben mezkuram Peygamber'in vasiyetinde. Ümür da diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mezkurdu İsa'nın vasiyetinde. Nasıl kadıyalı? Onlar döndü ne seyir edildi? ولكننا لا نقطع بأن محمدا المذكور في كتبنا هو محمدكم نفسه فلعله محمد آخر بس قطع علام بخشبه محمد ثاني جدي محمد الله وفق لاس نزارا سدد لاس نزارا إلى الخير دي لا بس قطع علام بخ يقين مزيوختك أحمد الحسن يزيد المذكور الله بيغمبر وسياتنا كيزنا اعتقادي ليخ نفس القضية إن دي إمام رضا عليه السلام نفس الأساء بزال لغز ماذا قال سلام الله تعالى عليه دي احتججتم بالشك سيس شك ده احتجاج إلى ديس واحتجاج إلى مغ بالشك باطل يعني سيس ديس قطع إلام بق يعني لعله يزد ولعله يزقاد إن على نهسل لعله أحمد الحسن يزد يزقاد يقول بلا عقيدة بشكلانر إن رضا دي احتجاجتم بالشك فهل بعث الله من قبل أو من بعد من آدم من قبل أو من بعد من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد وتجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء غير محمد فأحجموا عن جوابه كتاب إثبات الهدى إمام رضا جواب نشيد عليه السلام Di Adem peygamberden bu zamana kimi kimse gelse dedi mənə Muhammed mezkur olan fil kutub ciddimizə qəs kimse gəldi sizə bu sallallah sükut neş qatta hələ var kişilər getdi fəalən kimse gəlməmiş deməmişdi mənə Muhammed nəfs İmam Rıdanın cavabı bu aləmə şıxdı bizə Adem peygamberden, av Muhammed peygamberin zamanından, bu zamana kimi, kimse geldi, dedi benim Ahmet, el-Mezkur fi vasiyyet Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. İmam Rıza, hükmü yazın hükmüdür, selamullahi aleyh. Eğer İmam Rıza'nın hükmü hak ise, delili metin ise, iden Ahmet el-Hasan'ın da'vası ve delili haktı ve metin de reddolunmaz. فقالك بس إمام نار عليهم السلام بس إمام تكن ده لابد اسفل أبو رغز لارنا ردي لام يا حكيت لارن أقر أحمد الحسن ادعاسه بوشايسة إذن إمام رزان ادعاسه أو استدلاله بوشاده محمد بيغمبارك نفس قضية هذا قال دي من عيسى ذكر هذا ومبشرا برسول من يأتي من بعد اسمه أحمد صلوا عليه وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولهذا آل محمد عليهم السلام شبهة قصة شبهة كلماس بس نسأل هذا عليهم السلام ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي الله ورايته وسلاحه نغضى شك شخصة شكل ما كم زقسة بيغمبار وسيات عهده يعني بيغمبار وسياته أحمد الحسن قال ومعه عهد نبي الله أي وصيته وسلاحه سلاحه العلم ومن العلم إحكام المتشابهات وراية محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى حاكمية الله يرجون دور كبسة قاضط راية البيع لله